الحكومة الأمريكية نظام الحكم الأسئلة 25-35. لماذا بعض الولايات لها نواب أكثر من البعض الآخر؟ بسبب عدد سكان الولاية، بسبب أن لديهم عدد أكبر من الناس، بسبب أن بعض الولايات لديها عدد أكبر من الناس. المطلوب منك إجابة واحدة فقط، ممكن تحفظ إجابة واحدة فقط. كم عدد السنوات التي يترشح لها الرئيس؟ 4 سنوات. في أي شهر يتم انتخاب الرئيس؟ نوفمبر. ما اسم الرئيس الحالي؟ أوباما، باراك أوباما. احفظ إجابة واحدة فقط. ما اسم نائب الرئيس الحالي؟ جوزيف بايدن جونيور، جو بايدن، بايدن. إجابة واحدة صحيحة، أي واحدة منهم تحفظها. في حالة عدم قدرة الرئيس على الخدمة، من الذي يصبح الرئيس؟ نائب الرئيس. إذا لم يعد كل من الرئيس ونائب الرئيس قادرين على الخدمة، من يصبح الرئيس؟ رئيس مجلس النواب حاليا هو جون باينر. من هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ الرئيس. من الذي يوقع على مشاريع القوانين لتسن قوانين؟ الرئيس. من له حق نقد ورفض القوانين؟ الفيتو، حق الفيتو. الرئيس. ما الذي يقوم به مجلس الوزراء؟ تقديم المشورة للرئيس.